هادو هذا كله بسبب السرحان. هذا المطر بتجنن ما شاء الله. يلا يلا اسمعوا معي صوت المطر. طلع الفجر والعصفور صوصو قالها بسبس قالت له نو نو. او ماي جاد صباح الخير. هاي جايز انا رجعت. ظبطت هيك شكلي؟ ايش الجمال؟ حلوه صح؟ ما حلوه؟ لا شكرا. يا رب يا رب. الهبلة الهبلة على طول بدي اترككم بالهبلة. ما بكون مسافرة فيوم السبت بقضيها بشري اشياء للاكل عشان احضر اكل لاسبوع كامل. شيء ثاني بما انه رمضان قرب فاكيد في تحضيرات فرح اروح لمنطقة احنا بنسميها البلاد العربي اي المدينة العتيقة اللي بتبيع كل شيء تقليدي. فلازم اشري بريتي بمعنى ابريق شاي تقليدي واشري هيك جبة طنسية تقليدية مزيانة كيفي انا. اوكي بيبي. مين مثلي اللي لما بيروح على السوبر ماركت لازم يحضر هيك ورقة كاملة فيها الليست كامل عشان ما بينسى ولا شيء؟ أين أنتم؟ أثبتوا وجودكم. حطوا هذا الإيموجي هون عشان أعرف إنه في ناس زيي. So let's go. الخمري هذا انا نديما الخمري يخرج عليا والا لا الكل يشرق عليك حتى البلو هيك يشرق عليك كلش. لا البلو لا فقع برشا البلو. عرفتي انا فهمت ماذا بيا حاجه تضويها ولا حاجه تخرجني زينة. بيا تخرج في وسطها من الجبة تخرج عليها. بيا تخرج على الجبة من الجبة تخرج عليها. شنو خلى زوجك هذا الراجل عايشك غزالة يا غزالة. ريتي حتى هيك مزيانة فاطمة. أنا هي هيك انت سمحة يسر ويدي حلوة يا بلدي. احنا حاليا في قلب 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 صفاقس متجهين لكارفور. جايز هاي ماشين القهوة من احسن الماشينات لكن انا غلطت واشتريت زي هيك زي هدول. اللي بده يشتري القهوة بنصحه بهاي اغلى بس افضل. وهون نطلع لفوق وناخذ الشاي المفضل تبعنا. واحد اثنين بسم الله. رح نشتري اثنين باكيت. اشترينا جلاس اي ايس كريم وهلا عم نتجول من مكان لمكان عشان بلكي نلاقي المحل اللي يبيع ابارق شاي تقليديه. سو جايز هذا هو املنا الاخير. الله يستر. لقينا هدول بس مو هاد اللي احنا تقريبا بدنا اياه. واخيرا لقينا اللي بندور عليه بس ما في كتير خيارات فلهيك في حل تاني. حبايبي انا رجعت هلا للبيت وهاد اللي شريتهم من كارفور معكم وهاد اشياء تانية رح فرجيكم يعني شوي شوي. شريت اثنين ماسك جاهزين هذا بالكونكومبر ولليوفيغا. هاد ملابس تقليدية شريتها لرمضان. كنت كتير محتارة ما بين البينك الخمري. انا كتير بحب الالوان الغامقة ففي الاخير قلت يلا بقى مغيري هيك شيء
فاتح شيء جديد اشتريت البينك. كمان واحدة تانية كتير 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 حبيتها. بالنسبة للموجودين في صفاقس وبدهم يشتروا هيك اشياء بتلاقوها في سوق الرباع بالمدينة العتيقة. وهون هذا الكارت تبعهم، فيكم تسووا سكرين شوت وتتصلوا به. وانا عن جد بنصحكم بهذا الشخص لانه ما في اي شخص في السوق كامل تبع الازياء التقليدية زي هذا الشخص، بيبيع هيك كواليتي وهيك اشياء حلوة، لانه اصلا هو عنده معمل، هو اللي ينتج في كل هات. على فكرة قسما بالله هذا مو اعلان، فقط لاكثر اللي متابعيني اللي بيتابعوني ويسكنوا في صفاقس اللي من تونس، نصيحة لله في سبيل الله ومانيش باش نخلص عليه. اوكي اكيد انكم تتسألوا انه ليش ما اشتريت بريق الشاي او البريد متاع التاي، لانه ببساطة ما كان في كتير اختيارات وما كتير هيك عجبني، لانه لو كنت في العاصمة في المدينة العتيقة رح لاقي اصناف اشكال انواع. حل هو اني انا رح اتصل هلأ قدامكم برفيقتي بتسكن في تونس، قولها انه هي تشتري لي من هناك وتصور لي وباخذ هيك، لانه هناك راح تكون في كتير كتير اختيارات وممكن كمان تكون ارخص. حبيبي زوجي المستقبلي كب زبالة من هنا فصاعدا، ليس من هنا فصاعدا بس استمتع الان، لكن كب زبالة راح يكون عليك. تيري 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 شي بكره في الحياة يا جماعة الخير هو تنظيف الحوت اللي شو قولوا له بالعربي الفصحى السمك، ريحتها بتقزز. نظفت هدول الاثنين ورح خليها يعني ان شاء الله عشية بكرة. هلا فاتحة الفيسبوك بيج وعم شوف الرسائل تبعكم، بصراحة كتيرة، فشكرا الف 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 شكرا. انا نادرة ما بفتح الرسائل بصراحة على الفيسبوك، بس لما يكون بعندي وقت حل الرسائل بشكل عشوائي وعم جاوب على القدر المستطاع منكم. اذا بعدكم مو متابعيني على الفيسبوك بيج تبعي رح احط لكم اللينك تحت تابعوني هناك. شكرا لكل شخص بيرسل لي رسالة ويكلف نفسه، عن جد هذا بيعني لي كتير. هون الديتوكس تبعي وهي احسن كولكشن. من ميدان تكسيب احييكم، اتمنى لكم يوما سعيدا وجميلا. شكرا يا عزيزين. The next day. صعبة بس هيك بحس كأنه مسوي مساج، عرقت نفس الوقت هيك بوزيتيف انرجي. انا وانتو هلا عم تحضروا هذا الفيديو، انا رح اكون مسوية كامبينج، رح روح اسوي كامبينج، كتير كتير متحمسة اني انا اسوي كامبينج. رح خيم في غابة لمدة 3 ايام ورح اطلع على مشهد القمر كل ليلة في برية هيك. ماي جاد الطقس بجنن وانا كتير حاسة بوزيتيف انرجي، الهواء كتير بارد على وشي هلا. او ماي جاد عن جد قديش 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 بحب الربيع، من اكتر الفصول اللي انا بحبها فصل الربيع. والفلوجات اللي راح صورها في مدة الكامبينج راح تشوفوها في رمضان، وراح تكون سلسلة خاصة للسفر في شهر رمضان، في كتير مفاجأة جاية في رمضان ترقبوها. متحمسين؟ نا بيبي نو. اوكي بيبي اخر همي اصلا مزح معكم. شايفين القمر؟ هو القمر كنتوا عم بتشوفوه من شوي اللي هي انا، بس هذا قمر تاني. انا هذا رح استمتع به في الكامبينج وانتو لا 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 لا. انا رح استمتع به وانتو لا 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 لا. صايرة زي الاطفال والله العظيم. كان هلا لازم ابلش مذاكرة، في عندي امتحانات قريبة، بعد اسبوع رح بلش امتحانات التطبيقي. I'm not going to be honest.
يلا لازم نروح نسوي قهوة سوا. يس بيبي يس بيبي. لا لا انا هلا لازم دلعكم بحكي لكم هاي كلمات فرنسي. بونجور مونامور. احنا يوم الاحد في تونس عندنا يوم النظافه، بكره راح يكون في الحمام بيبي وتنظيف البيت بيبي عشان انا ربة بيت صالحه. اوكي بيبي؟ لا مش ربة بيت صالحه، يعني طالبه، لانه الطالب اللي بيصلح الكهرباء، اللي بيصلح المي اذا عطلت، اللي بيصلح الانترنت. شايفين كيف متعدده المواهب بيبي، متعدده المواهب. هذا اللي حصل. شايفين هذا اللي حصل؟ اوكي بيبي قهوتي راحت فيها، ضيعت كثير وقت وانا عم بجمع اسمع الاغاني. شكرا للسرحاني. هذا بسبب السرحاني. هذا كله بسبب السرحاني. It's okay baby. لا تحزن لا تحزن. Life is good. الحياة حلوة بس نفهمها صح ولا لا؟ مش صح ولا لا؟ حبيبي على فكرة في كتير منكم طلبوا مني اني انا اسوي لكم فيديوهات عن الامتحانات او تحضير الامتحانات او القلق وكيف نتخلصوا من الخوف. انا هاي الفيديوهات صورتها من قبل، راح احط لكم اللينكس تبع هدول الفيديوهات تحت في الديسكريبشن بوكس، وراح يطلع لكم اشعار من هون او من هون ما بعرف، انه راح يعطيكم طاقة ايجابية كبيرة وراح يفيدكم. عندك ثقة في حالك كبيرة يا بيبي. دعواتكم الي بالتوفيق. الامتحانات قربت. بيقول لعم ابو محمود في باب الحارة قربت. الله يوفقني ويوفقكم. 6 hours later. هذا الماسك صبايا عن جد بيجنن للشعر، اولا بيعطي لمعان للشعر ويرطبه تساعد على كثافة الشعر. بخلط كل المكونات سوا وبحطها عليه غسيل اي جذور الشعر، وبسوي مساج خفيف لفروة الرأس من 5 دقائق لعشر دقائق حتى يحسن الدورة الدموية، وهذا الشيء يساعد على تطويل الشعر. خليت الماسك على وشي لمدة 20 دقيقة، وبالنسبة لماسك الزيت اقل شيء تخلوه ساعتين لأربع ساعات وبعدين تروحوا وتتحمموا. وأنا هون سويت حمامنا التونسي اللي بتقاليدنا التونسية اللي ورثناها من جداتنا، والحمام التونسي هو سر من أسرار جمال المرأة التونسية. فإذا بتحبوا بسوي لكم فيديو خصوصي عن هذا الشيء قولوا تحت في الديسكريبشن بوكس وأنا بسويه لعيونكم. بتمنى جايز انه هذا الفيديو عجبكم وهيك شاركت معكم روتيني الحقيقي. بتمنى كتير من كل اليوتيوبرز اللي رح يطلعوا او اليوتيوبرز الموجودين كلهم انهم بيفرجوا للناس الحقيقة. لما بصحى الصبح ما بكون حاطة مكياج، ما بكون بيرفكت، وهذا الامبرفكشن بيخلينا بيرفكت. ما بعرف احيانا لما بشوف هيك مورنينج روتين بحس انه الناس عم بتزودها شوي، يعني في اشياء غير واقعية. احنا دايما في التلفزيون بيفرضوا علينا صورة معينة انه بتظهر فيها الممثلة انها totally perfect، بس هذا غير، هذا مو الواقع. هي ما بتصحى من الصبح حاطة فول مكياج ووجهها والله واو، هي ما بتصحى من الصبح نفسيتها واو. فلهيك بتمنى انه كل اليوتيوبرز عم يفرجوا للناس الحقيقة، سواء الناس قبلتنا هيك او ما قبلتنا. احنا هيك بعيوبنا بنشوف في حالنا انه احنا احسن ناس في الكون، انه احنا اجمل ناس. ما بعرف كل بنت او شاب عم يحضرني، كوني انتي وبس وخليكي فخورة بعيوبك قبل ما حاسنك. انتي كتير شيء ثمين بيستحق السعادة. ما تخلي اي شخص في هذا الكون يخليك تشكي في حالك ويخليك تشكي في قدراتك او جمالك او اي شيء ان كان. لو كان وزنك زايد كوني فخورة بهذا الشيء، لو كان عندك حبوب في وشك كوني فخورة بهذا الشيء، لو كنتي بتكلمي بلغة فرنسية او انجليزية سيئة خليكي فخورة بهذا الشيء. اوكي بيبي؟ وهلا رح شيك هلا معكم على التعليقات الاخيرة على اخر فيديو وبرد عليها. هلا بيوتي بليز سوين فيديو
للتخلص من حب الشباب. بصراحة يا ميمي أنا بشرتي هيك من الله صافي، يعني ما بعاني من حب الشباب، يعني وما عمري عانيت في حياتي من شيء اسمه حب الشباب. بس لما حكيت في آخر فيديو إنه بشرتي تحسنت، ما كنت بحكي بقصد إنه الحبوب، كنت عم بحكي إنه صارت هيك في يعني نظرة أكثر أو فيها هذيك اللمعة، فاهمة كيف؟ وبصراحة هذا ما إجا إلا من الأكل الصحي وشرب كتير مي والديتوكس. فهذا هو يمكن الوصفة أو السر اللي خلي بشرتي حالتها صحية منيحة منيحة منيحة. مو هداك البرفكشن، يعني إنه لو بقرب لك رح تشوفي خرابيط، يعني ما في شيء بيرفكت. بدي إياكم دايما تحطوا هاي الفكرة في راسكم، ما في شيء بيرفكت. اللي بتشوفوه على التلفزيون أو بعض اليوتيوبرز اللي يوروا هداك البرفكشن مو موجود. فلهيك انا ليش عم بظهر لكم دايما بدون مكياج، بظهر لكم بكل عيوبي عشان بدي اياكم هاي النظره اللي عم بتشوفوها انه كل شيء بيرفكت، عم بفرجكم انه لا مو موجوده. هذا كله ناس عم بتلمع صوره وبس. انا ما بدي المع هاي الصوره، بدي اكون جزء من هالواقع. بدي كل بنت تكون واثقه من حالها زي ما هي مهما كانت وفي اي حاله كانت. وبس صرت عم اسوي محاضره. صديقتي ميمي انا بصراحة في هاي الحالة اذا انت عندك حب شباب انا بنصحك انك انت تروحي لدكتور، ما في حدا ممكن ينفعك قد الدكتور الدرماتولوج. اما بالنسبة للوصفات ما بقدر انه بقولك انه الوصفات بتعطي يعني هيك حل واو، لكن ممكن تساعد شوي. انا سويت قبل فيديو عن الماسكات الطبيعية فرح خليك اللينك تحت ورح يظهر لك المفروض اشعار هون او هون ما بعرف، فروحي شيكي على هذا الفيديو رح يفيدك كتير. وبتمنى اني انا كنت فتك. نصيحة لأي بنت ما تصدقي ابدا ابدا هيك انواع من الفيديوهات اللي بتكون مكتوب عليه الفيديو الذي سيخلصك نهائيا من حب الشباب. اذا انت عندك مشكله في جسمك ما راح يقدر يفيدك ولا حدا، لا يوتيوبر ولا اي فيديو من فيديوهات البنات اللي بيسووا تجميل. الدكتور مضيع شيء 12 سنه في حياته بس عشان يفيدك في هذا الموضوع. انا عم اقول لك هذا الشيء ليش؟ لانه انا تخصصي طبي، فانا بعطيك الواقع بدون اي فلسفه. بما اني انا حكيت كتير في هذا التعليق ورغيت كتير في الحكي فراح اخذ تعليق ثاني بس، وفي العادة انا باخذ 3 تعليقات للي اول مرة بيشوفني. وقام احبك مرة، استمري قناتك تجنن وانتي تجننين، متابعتك من السعودية. شكرا 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 حبيبتي، وانا بعد بحبك يا بعد قلبي. انتي شو رأيك زبطتك بالسعودي او لا؟ وبلهجة تونسية يعيشك بيتي، انا زادا نحبك بارشا، ربي يخليك يا غالية. للي ما بيعرفني واول مرة بيحضرني انا رفيقتكم وئام. دير بالك مع حالكم واحلامكم وعقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. and peace سلام.